احتضنت مدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء محافظة حضرموت ألعاب شعبية وتراثية شبواني لتنظيم من حافة الحوطة في مطلعها السنوي والذي سمي بمطلع المطالع نظرا لأقدميته ومشاركته الفعالة من الجميع. لا بد على هذه اللعبة أن يكون لها قائد، فتكون في كل عدة قائد يسمى بقائد الطلعة، هو الذي ينظم كسرات هذه العدة في صوتها، ويرتب كذلك دخول الشعار الذي يستطيعون أن يدلون بدلوهم بالأصوات الشعرية. فدائما يكون الشاعر يعطي إشارة لقائد الطلعة بحيث أنه يكسر الصوت حيث يدخل ويقول ما عنده من أبيات شعرية، ثم يلقن هذا الصوت. بعد ذلك تدخل العدة وترسخ هذا الصوت، فلما يترسخ هذا الصوت ويحتفظ من الموجودين بداخل هذه العدة يحاولون ينظم أنفسهم على شكل صفوف، ويتحرك الشنب بعد ذلك ويمشي إلى الأمام بهذه الطريقة. طبعا هذه عدة حارس الرضيمة وخيل بحافة السوق تشارك في مطلع المطالع طبعا كل عام إن شاء الله، ونشكر حافة الحوطة على استقبال الحار. شارك في مطلع الحوطة 16 حافة وعدة من الألعاب الشعبية الحضرمية والتراثية التي توارثها الأجيال وبقيت متمسكة بها، لا سيما لعبة الشبواني التي تتميز بأنها عسكرية رجولية ذات كر وفر. لعيبتها يلبسون زيا واحدا ويصدرون أصواتا موحدة في آن واحد، ويحملون أعوادا خشبية يلوحون بها في وقت واحد بعدما يعطي قائد الطلعة إشارته للجميع. للشعراء دور هام في هذه المطالع وفي هذه الاحتفالات، وإن الشاعر يدي رسالة وينقل هموم الشعب ومعاناة الناس ويتكلم بلسان الشعب. فالشاعر هو الأداة الرسمية وهو في منبر الشعر، وهو يؤدي رسالته بكل إخلاص وبكل ثقة، ويدي ويتكلم بلسان الشعب. ومدينة سيئون تحافظ على الموروث الشعبي من الإنقراض، وتحظى حضرموت بهذه الألعاب الشعبية التي من أيام أجداد من القدامة ومن الشيبان، وتوارثوها جدا عن جد وأبا عن أب، والآن الأبناء والأحفاد يتوارثون هذا الموروث الشعبي. ويحتفي أبناء حضرموت بهذه اللعبة سنويا، حيث يتجمع الهواة في يوم واحد وزمن معين ليقوموا بعدها بأداء هذه الألعاب الشعبية في انسجام وتناسق واضح ما بين الجميع، وتكتظ الساحات وتسمع أصوات إيقاعات العدة وكذا أصوات الشعر الذي يقال حين أدائها، ليحاولوا وقتها نسيان الكثير من هموم الحياة التي أثقلت كاهلهم.